في كلمته مامبريكس الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينتقد عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع صراعات العالم. الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفلسطيني على هامش قمة بريكس، ويؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأي مساعي لتصفية القضية الفلسطينية. مدبوليون انتهاء أزمة الدواء بنسبة 95%، والحكومة تؤكد عدم وجود خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. من مدينة كازان الروسية دشنت مصر أولى مشاركتها الرسمية بقمة تجمع بريكس منذ انضمامها إلى دول التكتل مطلع العام الجاي. مشاركة فاعلة في انطلاق القمة اليوم، حيث شهدت رسائل متعددة حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات القمة، والتي تركزت حول سبل تعزيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف في ظل ما يشهده العالم من تحديات. تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدعو مجالا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم. وخلال كلمته في قمة البريكس، شدد الرئيس السيسي على إيمان مصر الراسخ بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بما لا يدع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها. وحول دعم الدول النامية، أوضح الرئيس السيسي أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية. وأضاف أن الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض. أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض. ومن هذا المنطلق تلي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع.
وخلال مشاركتي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس المنعقدة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، ثمن الرئيس السيسي الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس في مختلف المجالات والموضوعات، فضلا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، مما يعكس الرغبة المشتركة في إعلاء صوت الدول النامية في مختلف في المحافل الدولية والإقليمية. وخلال كلمته سلط الرئيس السيسي الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه. وشدد الرئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي 4 تريليونات دولار في الدول النامية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلا عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين الشعوب. هذا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة والزعماء المشاركون في قمة بريكس على التقاط الصور التذكارية. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة دول تجمع بريكس بمدينة قازان الروسية. هذا وقد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، وذلك في إطار مشاركة الرئيس السيسي وقادة دول بريكس والوفود المشاركة في القمة في حضور مأدبة عشاء على هامش القمة المنعقدة في مدينة كازان الروسية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة بريكس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك رفض مصر أي مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. كما بحث الرئيسان جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، وأكد أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وحاسما تجاه تلك الممارسات. هذا وقد أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتحركات التي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العاجلة. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث استعرض الرئيسان مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف لا سيما تجمع بريكس. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمشاركة الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية، وتطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع الصين في التصنيع ونقل التكنولوجيا لمصر.
الرئيسان بحث أيضا التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد أهمية العمل الفوري على خفض التصعيد ومنع توسع الصراع، كما طالب الزعيمان بضرورة التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش قمة تجمع بريكس. وخلال اللقاء اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف أفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان. عقد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة بريكس. خلال المباحثات ناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي والمشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليا، كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية. كما استعرض عبد العاطي جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة. كما عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره البرازيلي مارو فييرا على هامش قمة بريكس. هذا وأكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديدا في أفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ. كما ناقش الشرق الأوسط واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. عقد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لقاء موسعا مع سفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج. خلال اللقاء ثمن جبالي الدور الوطني الحيوي والمؤثر لوزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف مصر الدولية تجاه مختلف القضايا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة استطاعت تجاوز أزمة الدواء بنسبة 95%، لكنه من الوارد أن يحدث نقص في دواء معين أو اثنين. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في توفير الالتزامات المالية لشركة الدواء حتى لا يحدث اضطراب في هذا الشأن. تجاوزنا الأزمة والحمد لله ما بقاش فيه النهاردة شكاوى، وعشان ما بقاش مبالغ واقول ان انا حليناها بنسبه 100% اقدر اقول بنسبه 95%. بقى الوضع اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان احنا رجعنا الى ما قبل الازمه الخاصه بالدواء، بقى وارد ان ممكن يحصل نقص في دواء معين او دوايين، وده كان بيحصل قبل الازمه، وبتبقى على طول بنتعامل كدوله في هذا الموضوع، ولكن الازمه اللي كانت موجوده الحمد لله نقدر نقول ان احنا تجاوزناها بنسبه 95% بهذا الموضوع، والدوله مستمره في ضخ كل الالتزامات المالية لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص اللي منتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة وعجلة الإنتاج ما يحصل لهاش أي اضطراب آخر في هذا الموضوع. بدوره أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال المؤتمر
أنه لا توجد لدى الحكومة أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة، موضحا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا. قولة واحدا عشان بس أكون واضح فيها، أن احنا ما عندناش أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال اللي هو 6 أشهر اللي جاية، يعني كما يعني ذكر الحقيقة وأعلن دولة الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجة الثانية اللي هو هرجع على آلية اللي هو قصة اللي هو التسعير، احنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، لان انا اتكلمت على العوامل اللي هي بتؤدي الى الفجوة بين اللي هو سعر تكلفة المنتج وسعر المنتج نفسه، وعشان كده احنا كل مجهوداتنا الحقيقة متركزة على العمل على زيادة اللي هو الانتاج، فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية اللي هي في الآخر بتؤثر على التكلفة اللي هو النهائية للدولة. وفي نفس الوقت برضو أحب أن أنا أوضح أن حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي، الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية، وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين 92 و95 والسولار و80، يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود 10 مليار جنيه كل شهر دعم. وقبل المؤتمر الصحفي شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وعلى هامش التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مذكرات التفاهم الجديدة تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات الموقعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول في خليج السويس والصحراء الشرقية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية متابعة ملفات وأوجه التعاون المختلفة في إطار التجمع بريكس، وكذا بحث الفرص الاستثمارية والتعظيم من المقومات والميزات التنافسية التي من شأنها أن تسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة مع دول التجمع. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وأسعار السلع، وكذا وجود آلية ثابتة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن في الأسواق، هذا إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، واستعرض محافظ القليوبية أيمن عطية أمام رئيس الوزراء الخطة الاستثمارية للمحافظ وتطور تمويل اعتمادات تمويل الخطة الاستثمارية عن الأعوام المالية السابقة 2018-2019 حتى العام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أنه على مدار الأعوام المشار إليها شهد تمويل الخطة الاستثمارية بالمحافظة زيادة مستمرة. نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر إلى إحدى القواعد الجوية المصرية. تأتي تلك الزيارة استمرارا لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكري لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارات التي تسهم في تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وتقام البطولة بدءا من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائي الدور العربي للأعمار السنية. وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفي جميع الرياضات. واستعرض اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور البطولة الدولية بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية. ورحب الدكتور إسماعيل محمد شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز من نجاح تلك البطولة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضي بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة. كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والاتحاد المصري للفروسية لتنظيم 7 بطولات جمهورية وبطولتين دوليتين للفروسية على أرض مصر. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرياً 2025 ميلادية. وأوضحت الداخلية أن التقديم سيبدأ اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر الجاري وحتى السبت 16 من نوفمبر بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية. التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وأفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. مصر تدين الهجوم الإرهابي لاستعازيها لأسر الضحايا. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وشددت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على رفض مصر لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق، كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا. هذا وتعرض المقر الرئيسي لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية تساش بالعاصمة أنقرة لهجوم دام، وعرضت وسائل إعلام لقطات لمهاجمين مسلحين يدخلون المبنى وسط تقارير عن إطلاق نار وانفجار قوي.
بدوره رجح وزير الداخلية علي ياري قايا أن يكون حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن الهجوم، معلنا سقوط 5 قتلى وعدد من المصابين. أرسلت مصر شحنة ثالثة من المساعدات الإغاثية إلى مطار بيروت اليوم، وتضمنت 23 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ليصل الحجم الإجمالي للمساعدات المصرية إلى لبنان حتى اليوم 67 طنا. على صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 293 من المواطنين المصريين وذويهم العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن 883 مواطنا عبر رحلات استثنائية. وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراكهم على الرحلات التالية. أعلن حزب الله أنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، ردا على الاعتداءات والمجازر التي ترتكبها بحق لبنان وغزة. وأوضح الحزب أنه قصف قاعدة غلغلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، كما أعلن عن سلسلة عمليات قصف لمدن وبلدات في وسط وشمال إسرائيل من بينها مدينة حيفا ووسط منطقة تل أبيب، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بعدد من المناطق. وفي المقابل أكد جيش الاحتلال أنه أسقط صاروخين قادمين من لبنان وتسبب في انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب. كما أعلن الاحتلال أنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من ناحية الشرق مستهدفتين ميناء إيلات على البحر الأحمر. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة من لبنان لليوم 31 على التوالي. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على الجنوب اللبناني خاصة مدينة الخيام، كما استهدفت طائرات الاحتلال بشكل مكثف مدينة صور الساحلية التاريخية، وذلك بعد وقت قصير من مطالبة جيش الاحتلال سكان منطقة في صور بإخلاء مساكنهم. في هذه الأثناء اتهم نقيب الأطباء اللبنانيين الاحتلال باستهداف القطاع الصحي، مشيرا إلى أن 5 مستشفيات خرجت من الخدمة، بينما تعرضت 22 مستشفى لأضرار جزئية جراء الاستهدافات. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية. وشدد بلينكين على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإتمام صفقة تبادل المحتجزين الشاملة وتمكين سكان غزة من إعادة بناء حياتهم. كما ناقش بلينكين وولي العهد السعودي أيضا التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان. هذا ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم 83 بعد 300 على التوالي، تزامنا مع استمرار استهدافه للمنازل المأهولة وتجمعات الفلسطينيين والنازحين. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة بمنطقة الكرامة والتوام في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي آخر مناطق في شمال رفح الفلسطينية. وأيضا استهدف الاحتلال سيارة تقل فلسطينيين في دير البلح بوسط القطاع. تتواصل فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تضم فعاليات اليوم الرابع مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش العديد من الموضوعات، منها الابتكار في مقاييس التنمية البشرية، استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تتبع تقدم التنمية، مكافحة السمنة، واعتماد نمط حياة خال من التبغ، وإعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري، وإعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها، وتحويل نظام الأغذية الزراعية من أجل صحة السكان
فضلا عن مناقشة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. إنه لمن دواعي سروري أن أكون حاضراً في هذا المؤتمر كممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأن أكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة جداً، حيث يأتي هذا المؤتمر بعد مرور 30 عاماً على قيام مصر بتنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على أرضها. وقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، خاصة في مجال السكان والتنمية. لهذا المؤتمر أهمية كبيرة في تبادل الأفكار ووجهات النظر مع العديد من العلماء والباحثين والشباب والممارسين، ليس من مصر فقط ولكن أيضا من المنطقة والعالم. وأعتقد أن هذه ربما تكون أهم مساهماتنا كأمم متحدة، وهي خدمة الدول الأعضاء لدينا بأفضل ما نستطيع من خلال مسؤوليتنا في عقد مثل هذه الاجتماعات، حيث تسهم تلك المناقشات في تبادل المعرفة والأفكار الفنية. هذا ما فعلته مصر طوال تاريخها لتكون مركزاً لتبادل الأفكار والتعلم منها. أعتقد أن هذا المؤتمر هو من أهم لحظات التبادل والتعلم والتعاون بين الدول. أنا محظوظ جداً لوجودي هنا. يقوم المؤتمر على ثلاث ركائز هي الصحة والسكان والتنمية البشرية، ويعمل الاتحاد الأوروبي على جميع الركائز الثلاث. وفي مجال الصحة دعمنا قطاعات الصحة المصرية لسنوات، ونقوم بإنشاء عيادات في المناطق الريفية، كما قدمنا كثيرا من الدعم للسلطات المصرية بعد ما حدث في غزة. قدمنا الكثير من المساعدة للقطاع الصحي والإرشاد، ما يسمح للقطاع الصحي بمواصلة علاج المصريين، مع تقديم المساعدة أيضا للمصابين الذين وصلوا إلى مصر. بالنسبة للسكان، تعد هذه القضية من القضايا الصعبة، ولكن مصر لديها استراتيجية سكانية ندعم تنفيذها. عندنا الكثير من المؤسسات في مجال الصحة، أعضاء داخل التحالف الوطني سواء في الجمعية العامة ومجلس الأمناء، بنشتغل على مبادرات كثيرة سواء للصحة البدنية أو للصحة النفسية. كل هذه الأنشطة اللي بتقوم بها هذه المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، بتجد من الشراكة أيضا إن هي تطرح مبادراتها، تشتغل مع الحكومة المصرية بمباركة من القيادة السياسية. مبادرة حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة تحت المبادرة دي مسؤولة عن تقديم رعاية صحية متميزة في القرى الأكثر احتياجاً. مهم نعرف أن النهاردة المبادرة دي يمكن لتعريف الأمم المتحدة تقريباً هي الأكبر من نوعها، تمام، والأكبر في حجمها عالمياً، لأنها بتستهدف الريف المصري اللي هو بيمثل أكتر من 50% من الشعب المصري. إحنا كأستراليزينيكا وفي مجال تخصصنا وتقديم رعايات متقدمة ومتكاملة لمرض حساسية الصدر، جات لنا الفكرة إن إحنا ليه ما نكونش شركاء لمؤسسة حياة كريمة وتقديم خدمة متكاملة لمرض حساسية الصدر سواء في الصغيرين أو الكبار. تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في تقديم باقة متنوعة من الحفلات التي تجمع نجوم الوطن العربي على مسارح دار الأوبرا. وتميزت حفلات المهرجان بحضور كبار الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، وهو ما جعل المهرجان يرفع شعار كامل العدد في أغلب حفلاته. وتستعد دار الأوبرا المصرية لإقامة حفل ختام المهرجان غدا، والذي ستحيي الفنانة مي فاروق على مسرح النافورة. ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من دار الأوبرا المصرية الزميل محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. محمود جميل، حدثني عن فعاليات يوم الختام والذي سيكون غدا، والفعاليات التي تجرى اليوم. أرحب بكم من دار الأوبرا المصرية، لازلنا نتابع معكم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين. هذه الليلة هي الليلة قبل الأخيرة لهذا المهرجان الذي كما تحدثت هو يرفع شعار كامل العدد في أغلب حفلات هذا المهرجان في هذه النسخة في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. اليوم وبعد قليل سيصعد الفنان الكبير علي الحجار إلى مسرح
النافورة ليبدأ هذه الليلة الجميلة التي منذ أن فتحت دار الأوبرا المصرية أبوابها منذ قليل وهناك عدد كبير من الجمهور الذي يقبل على هذه الحفلة نظرا بالطبع لحبه الشديد للفنان علي الحجار، وسيشارك بعدد كبير من الأغاني. اليوم نتحدث عن ما يقرب من 24 أغنية سيقدمهم الفنان علي الحجار. أيضا مفاجأة هذا الحفل اليوم مشاركة الموسيقار والفنان الشاب الإماراتي أحمد الهاشمي، وهو شاب وفنان من ذوي الهمم. قررت دار الأوبرا المصرية أن توجه له الدعوة ليشارك الفنان الكبير علي الحجار في هذا الحفل الكبير، وعندما تحدثنا معه منذ قليل يعني عبر عن مدى سعادته بمشاركته في هذا الحفل في دار الأوبرا المصرية مع الفنان الكبير علي الحجار. أيضا يعني تستعد دار الأوبرا المصرية غدا للحفل الختامي الذي ستحيي الفنانة مي فاروق في دار الأوبرا المصرية، واليوم تحديدا بالتزامن مع هذا الحفل الذي يقام في مسرح النافورة الآن، هناك مسرح أوبرا الإسكندرية، يقام حفل للفنان أحمد جمال، وهذا يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة في استضافة المسارح الخاصة بالأوبرا في مسرح دار الأوبرا المصرية هنا وفي دمنهور وفي الإسكندرية لكل الحفلات التي جمعت أكثر من 70 مطرب ومطربة من مصر والوطن العربي منذ أن بدأ مهرجان الموسيقى العربية في هذه النسخة منذ أول يوم، وهو يشهد إقبال كبير من الجمهور التي حرصت أيضا وزارة الثقافة على إرضاء كل الأذواق الفنية. وعندما نتحدث دائما مع الجمهور يشيد بمدى التنظيم ومدى التنوع في الحفلات الفنية المختلفة الموجودة في دار الأوبرا المصرية. اليوم أيضا الفنان علي الحجار سيقدم بعض من أغانيه الجميلة، منها المال والبنون، طاير يا هوى، ما فيناش من الخوف، بمشاركة الفنان أحمد الهاشمي. وغدا إن شاء الله هتكون يعني ختام هذا المهرجان بليلة كبيرة نتوقعها أيضا أن تكون كاملة العدد ليودع الجمهور هذه النسخة التي جاءت يعني الأكبر والأطقم. نعم. في الشرق الأوسط بحضور عدد كبير من الجمهور ومن الفنانين أيضا في هذه النسخة. نعم. هذه هي الصورة بالنسبة لحفل الفنان علي الحجار. نعم، النسخة 32 والتي كما ذكرت رفعت شعار كامل العدد. الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. فاطمة، شكرا محمد عبد الله، شكرا سحر ناجي، واهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تناولته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل. بدورها أكدت وزارة الطيران المدني أن مصر للطيران شركة وطنية وإحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير الشركة وتحديث أسطول طائرتها والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة. وقع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية، باعتباره واحدا من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة.
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل موسعة لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق للإعداد لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030. تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يقدم التنمية المستدامة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، رغم أن العقود الآجلة للخام لا تزال مرتفعة بنحو 2% هذا الأسبوع، مع أخذ المتعاملين في الاعتبار استمرار الصراع في الشرق الأوسط. انخفض مزيج برنت بنسبة 64% إلى 75.55 دولار للبرميل، كما هبط خام مغرب تكساس الوسيط الأمريكي 57% إلى 71.33 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 33% لتصل إلى $2.23 للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.69% لتسجل نحو $2.35 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تتواصل في واشنطن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة نحو 10,000 شخص يمثلون وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لبحث تعزيز النمو العالمي غير المستقر وغيرها من قضايا الساعة. الغموض سيد الموقف أمام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فالتصعيد في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية ونتائج الانتخابات الأمريكية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون له نصيب الأسد من اجتماعات واشنطن. 10,000 مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني يبحثون في اجتماعات تمتد أسبوعا تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة. كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والتي قد تعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي. الغائب الحاضر عن أجواء الاجتماعات هو إمكانية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي. أما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات. وبطبيعة الحال سيكون للانتخابات الأمريكية تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية وعلى مستقبل الدولار وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم. شاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وصحة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خالد. تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من برنامج ستارز التدريبي لتنمية مهارات الشباب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ويقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، ويستمر حتى 24 أكتوبر. ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويستهدف البرنامج فئة المتطوعين من الشباب والفتيات خاصة طلبة الجامعات. دلوقتي احنا عايشين في عصر متسارع محتاج حلول من نوع اخر علشان نواجه التحديات اللي احنا بنقابلها، فأهمية ثقافة الابتكار ان هي توضح وتفتح العقول لان احنا محتاجين ان احنا دايما نطور نحسن اللي موجود، لو كويس ازاي نحسن عليه بحيث ان احنا مش بس نواجه تحديات او نحل مشاكل، بل بالعكس ان احنا نوصل لافضل، لغد افضل ومستقبل افضل. بندي المحاضرة عن ريادة الاعمال وتأثيرها وازاي ان الشباب يقدروا يستفيدوا منها في حياتهم اللي جاية، يعني عايزين نزرع جوه الشباب ازاي يبتدوا مشاريع خاصة بيهم، مشاريع صغيرة متناهية الصغر، فبنساعدهم بده بمجموعة من المحاضرات منها محاضرة ريادة الأعمال. احنا خدنا فكرة الرعاية الاجتماعية
الفكره دي ان احنا بنحول المشروع اللي احنا بنفكر فيه لحاجه حقيقيه بنقدر نستفيد منها، بتوفر لنا فرص كتير قوي، والفرص دي برضو بتعمل على ان هي بتنمي التنميه المستدامه اللي الدوله بتحاول ان هي تحقق الاهداف بتاعتها. المشروع هنا الرعايه الاجتماعيه بيقدم ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ننفذ افكار بحيث ان هي توفر فرص عمل للشباب. احنا النهارده اتكلمنا عن رياده الاعمال وازاي تنفيذ مشروعات جديده تحولها لواقع ملموس، وهنتكلم عن الابداع والابتكار. طبعا الابداع مثلا بشوف فكره موجوده وبطورها او بنفذها على ارض الواقع، والابداع طبعا بشوف فكره وبحولها لواقع ملموس. ونتحول بحضراتكم الى متابعه لابرز الاخبار الرياضيه. ومره اخرى فاطمه خليل. شكرا سحر، شكرا محمد، واهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجوله الرياضيه. قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر إن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك غدا في نهائي كأس السوبر المصري، مضيفا كولر أن الفريق يسعى بكل قوة للفوز باللقب. في الوقت نفسه أكد كابتن الفريق حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويتعامل مع كل المباريات بجدية تامة، وأن اللاعبين في قمة الالتزام والتركيز قبل مواجهة الغد. من جانبه أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه غوميز صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مضيفا أن الفريق يعاني من الضغوطات بدوره. شدد لاعب الفريق عمر جابر أن لاعبي الزمالك يفصلون أنفسهم عن أحداث خارجية ولا يتأثرون بها، متمنيا أن يحالف فريقه التوفيق في لقاء الغد وحصد اللقب في بداية الموسم الجديد. أكد المدير الفني لفريق بيراميدز أن مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا غدا ستكون بمثابة مواجهة تحضيرية للانطلاق للموسم الجديد وفرصة جيدة للاطمئنان على بعض اللاعبين في الفريق. ختم لاعبو بيراميدز استعداداتهم للمباراة المقررة إقامتها في الرابعة عصر غدا الخميس على ملعب النهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس السوبر المصري للأندية. أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري مهمة ليس فقط لأنها تلعب على المركز الثالث، ولكنها ستكون بروبة قوية قبل مواجهة الأهلي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز. أوضح الرمادي أنه سيمنح الفرصة لعناصر جديدة في تشكيل الفريق، قائلا إن هناك عناصر ممتازة على مقاعد البدلاء سيكون لها دور في مباراة الغد. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لمحمد وصحر لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. لقي 7 أشخاص مسرهم جراء العاصفة الاستوائية كريستين المعروفة باسم ترامي التي ضربت الفلبين مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية. تسببت العاصفة في فيضانات واسعة النطاق حاصرت كثيرين بعضهم على أسطح منازلهم، كما أثارت نداءات لتوفير قوارب وشاحنات الإنقاذ. هذا وقد أغلقت الحكومة بعض المدارس العامة والمكاتب الحكومية باستثناء تلك المطلوبة بشكل عاجل للاستجابة للكوارث في جزيرة لوزون بأكملها لحماية ملايين الأشخاص مع اقتراب العاصفة الاستوائية ترامي من المحيط الهادئ. والآن نتحول إلى أخبار الطقس في مصر وخارجها. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل. فاطمة. شكرا محمد وسحر، وأهلا بكم مشاهدينا، وجولة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا، في الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 18، الإسكندرية 28، 21، مطروح 26، 22، بورسعيد 26، 22، إسماعيلية 28، 16 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25، 19، العريش 27، 14، طابة 26، 18، شرم الشيخ 29، 22، الغردقة 30، 20 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 32، 17، أسوان 33، 19، الوادي الجديد 32، 18، حلايب 29، 23، شلاتين 32، 22 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. في كلمته أمام بريكس، الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينتقد عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع صراعات العالم. الرئيس السيسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني على هامش قمة بريكس، ويؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأي مساعي لتصفية القضية الفلسطينية. مدبولي يعلن انتهاء أزمة الدواء بنسبة 95%، والحكومة تؤكد عدم وجود أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة. إلى اللقاء.